إن اكتساب المرونة في الحياة تمكننا من التعامل مع المشاكل بعيداً عن المشاعر السلبية والتغلب عليها أمر غاية في الأهمية، لكن هل من السهل اكتساب الشخصية المرنة التي تمكننا من التعامل مع الأحداث بسلاسة دون أي تفسير على أنها سلبية أو انقيادية؟ فاليوم موضوعنا راح نتكلم فيه عن الشخصية المرنة وطريقة التعامل مع الأمور في طريقة قمة في المرونة وبعيداً عن السلبية. وبضيفنا اليوم راح نرحب معنا بالاستديو الدكتور حسن الموسوي، استشاري النفسي والاجتماعي. صباحك الله بالخير دكتور. اهلا وسهلا استاذ روان. يا هلا ومرحبا. الله يخليك تسلمين. الدكتور في البدايه، هل فعلا المرونه مهمه في حياتنا؟ طبعا مع الاسف احنا فاقدين المرونه الان. ربما البعض يقول والله نتيجه لضغوطات الحياه، نتيجه للحياه السريعه اللي مو قادرين احنا يعني نجاريها او نتسابق معها، فنحس نفسنا لا لازم نتخذ القرارات بسرعه ولازم. لكن شوف ايش اللي يصير، دائما الانسان اللي ما عنده مرونه دائما يشعر بعدم الارتياح، عدم الاتزان، عدم الاستقرار، يعاني من اضطراب، يعاني من مشاكل عضويه. لماذا؟ لان دائما يا اما ياخذ الامور بشكل يعني فيه نوع من المبالغه، ويا اما ما عنده القدره في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. نعم. او ان ما عنده القدره على التوافق والتكيف مع التغيرات اللي تصير في حياته. فلذلك نقول احنا الانسان الان الوقت الحاضر عشان يعيش في حياه سعيده، حياه جميله، لابد ان يكون عنده نوع من المرونه، يعني ما يكون يعني يقول والله كل شيء بيرفكت 100%، لازم هذا يصير بهالشكل، لازم بالساعه الفلانيه، لازم لازم شوفي كلمة لازم يحط نفسه، هذا يعمل على نفسه ستريس. ولا أيضا أن إنسان يكون إنسان لا مبالي، لا يكترث، لا، إحنا نبي الاعتدال، أن متى أكون مرن وشلون أكون مرن ومع من أكون مرن، هذه الأمور اللي لازم يفهمها الواحد عشان يتعامل مع الآخرين. نعم، لكن يعني دكتور لو نتكلم أن خلنا نشرحها للمشاهدين، لو نعطيهم مواصفات الشخصية المرنة، شنو تتسم فيها؟ الشخصية المرنة أول يعني عنده نوع من الاستقرار، وعنده القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، وعنده القدرة على التكيف مع أي تغير يصير في حياته، أو أي تغير يصير في المواقف اللي هو اعتاد عليها. الشخصية المرنة اللي عنده قدرة على الاستماع الجيد أو الإنصات الجيد ثم الكلام الجيد، الشخصية المرنة اللي نقدر نقول والله يوصل المعلومة للطرف الآخر دون تأثير السلبي على الآخر، يعني مو بالقوة ولا بالعنف ولا بالصراخ ولا إنما بطريقة. الشخصية المرنة عندها القدرة على التفكير، وغالبا ما يكون تفكيرها تفكير إبداعي خلاق، يعني إيش؟ لأنه ما يستعجل، عنده مرونة. يعني شنو المرونة؟ يعني يحط له أكثر من حل. بمعنى إذا هذا الحل ما صار يصير الحل الثاني. الشخصية المرنة ما يضخم الأمور، والله أحس إنه ما أقدر أسوي شيء، أحس إنه أنا مو محظوظ، أحس إن لا، ما يقول هالشيء الكلام السلبي بحق نفسه، وإنما يقول نعم في مشكلة لكن المشكلة لها حلول، مو حل حلول، إن ما صار الحل نبعد على الحل الثاني. فالشخصية المرنة عندها ثقة بنفسها، الشخصية المرنة عندها القدرة على التأقلم مع أي وضع يكون معه، وضع جديد أو وضع سبق إنه مر فيه. الشخصية المرنة يستطيع أن يكسب الآخرين، يجيب الآخرين صوبة، هذا يعني من شخصية مرنة. لكن تعالي، هل في كم نسبتهم هذيل؟ بالضبط قليلة جدا. لماذا؟ لأن كل واحد يعتبر يا أنه هو مهدد، يعني عنده شعور، يا أنه هو يعني لازم عليه أنه يوصل الرسالة بهذه الطريقة. لكن الكثير دكتور يتهمون الشخصية المرنة أنها شخصية غير واقعية، يعني لو نتكلم بنقارن بين الشخصية المرنة والشخص اللي مثلا خلينا نقول انفعالي أو يحب يتخذ القرارات سريعة، أو أنه إذا واجهته مشكلة يوقف، دائما يتهم الشخص المرن أنه أنت إنسان ما أنت واقعي، أنت ما تقر في يعني كبر المشكلة اللي أنت فيها، قاعد تبسط جميع الامور. نعم. هل هذا فعلا صحيح؟ لا، هذا انا اعتقد فيه نوع من المبالغه. ليش؟ لان ما يقول لك والله الوقت اللي احنا نعيشه ما يحتاج للمرونه، احنا قاعدين نمشي في وقت سريع جدا، وبالتالي اذا ما اتخذ القرار، اذا ما اكون سريع في قراراتي، اذا ما يصير عندي حده انفعاليه وشده انفعاليه، فبالتالي انا اعتبر نفسي كاني هامش الحياه، ما ماشي بالحياه. الحياه الحاليه، الحياه العصريه يقول لك حياه سريعه، ولا بد ان الواحد يكون سريع، ولا بد يعني يكون انفعالي. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح، لان نتيجه لهذه الانفعالات شنو؟ نتيجه الانفعالات اني انا راح اخسر صحتي، اخسر نفسيتي، اخسر علاقاتي. ولكن لما اكون مرن، المرونه تحتاج الى شويه وقت، المرونه تحتاج الى ان الواحد يدش به خبرات وتجارب حياتيه ويكتسب منها.
المرونة تحتاج أن الإنسان يحاول أن يعني يفهم أكثر من ما يعلق أو أكثر ما يتكلم. هذه المرونة. لذلك أن المرونة يعني إحنا ليش نقول الشخصيات الذكية، الشخصيات صاحبة القرار؟ لماذا؟ لأنها عندها سعة صدر وعندها سعة البال وعندها سعة في التفكير. لذلك هذا اللي يخلي هذا الشخص يتميز على غيره. لكن هل اكتساب الشخصية المرنة، نفترض أن الشخص وده يكون مرن، سهل أن الشخص يتحول من شخص مثلا متعنت أو شخص يعني جامد إلى شخص مرن، ممكن. أو محتاج نوع من التدريب؟ هو شو أول شيء، أو يعني في ثلاث أشياء لازم يسويها. أول شيء يغير نمط تفكيره، يعني التفكير الانفعالي الاندفاعي شوية يحاول أنه يغيره. اثنين، يغير نمط حياته في يعني خلينا نقول مواقف أو في سلوكيات يكون فيها، فيجب أن يغيرها، يعني يحاول أنه يغير بعض الأشياء. الشيء الثالث، يجب أن يكون عنده ثقة بالنفس. يعني الإنسان اللي واثق من نفسه وواثق من قدراته، فبالتالي يكون أكثر مرونة. الشخص اللي ما عنده ثقة بنفسه فدائما يحس أنه مهدد، وبالتالي ما عنده مرونة. فبالتالي قراراته من سريعة واندفاعية بس عشان يبين نفسه أني أنا لأن إحنا المرونة أحيانا يعني نخلطها مع شنو؟ مع السلبية. المرونة نخلطها مع الضعف. المرونة نخلطها مع أن هذا الإنسان لا مبالي. لا، المرونة يعني هذا قاعد داخليا قاعد يفكر، يشوف الحل، يشوف شنو، ينتقي الكلمات اللي عشان يستخدمها في هذا الموقف. فبالتالي المرونة مو يعني حسب ما نعلم انه والله هذا الإنسان مو سريع في ردود أفعاله. لا، المرونة فيها نوع من التروي، في نوع من الهدوء، في نوع من البحث عن الوسيلة أو الطريقة المناسبة. نعم، لو نتكلم دكتور عن أنماط، ما هي أنماط الشخصيات؟ نعم. وهي خلينا نتكلم عن أنماط الشخصيات اللي تواجه صعوبة دائما في التعامل مع الآخرين. نعم. أو المشاكل اللي تواجههم. نعم، أنا حقيقة من خلال تجاربي وجد أن البعض يقول لك الشخصية العنيدة، يعني الشخصية اللي ما تقبل الرأي الآخر. نعم. الشخصية اللي ترى رأيها هي الصحيح. طبعا هذه الشخصية احنا قاعدين نشوفها سواء في البيت، في العمل، في برا، يعني شخصيات ثانية ممكن نشوفها يا في البيت يا في العمل. يعني أنا شخصية مثلا اكتئابية، شخصية اندفاعية، شوفها يا هنا يا هنا. لكن الشخصية العنيدة موجودة في جميع المواقف. الآن الشخصية العنيدة، هل هو يعني مثلا الإنسان اللي عنده نوع من العناد، هل هو نتيجة اللي يريد أن يثبت ذاته أن والله أنا هم عندي رأي، مو بس أنتوا رأيكم، مو بس أنتوا تفرضون علي رأيكم، لا أنا أبي رأي، أنا ماني مقتنع برأيكم، فبالتالي يعاند. لكن أنا هذا شيء زين، هذا شيء إيجابي. لكن أنا أتكلم عن العناد، العناد بس كنوع من الرفض. يعني شيء لصالحه، شيء لصالحه بس يعاند. فالحين عاد شلون نقنعه؟ هل هو يحاول انه يعمل نوع من الابتزاز، يبتزنا على اساس انه والله انا اخالف، انا اتنازل عن الشيء اللي ابي بس اعملوا لي كذا. هاي الشخصيه العنيده. وبعدين انا معلش نقول هذا الكلام، يعني كثير من الحالات الزوجيه تكثر فيها هذا الشيء. يعني واحد يقول والله انا زوجتي عنيده ما تسمع الكلام. دكتور، وين يقدرون الحين الازواج وين يقدرون يتعاملون، يعني يتصرفون في مرونه؟ اي، بين الزوج والزوجة متى يقدرون يتعاملون بحيث أن الزوج أو الزوجة يكونون مرن فيه مثلا؟ والله أنا أعتقد أن لو كل واحد فهم الآخر، هذا واحد. اثنين، لو كل واحد تنازل عن شيء للطرف الآخر. الشيء الثالث، إذا كل واحد حاول أن يبحث عن الشيء المشترك مع الطرف الآخر، أنا أعتقد أنه راح يكون في نوع من المرونة. وأيضا العناد أو الأسلوب العناد راح يقل. نعم دكتور، يمكن مثل ما تفضلت فعلا إحنا محتاجين نوع من المرونة في حياتنا طبعا، وأن إحنا نحاول نكتسب مهارات التعامل مع الأمور بطريقة مرنة أكثر. نعم. بحكم أن إحنا فعلا في زمن سريع ودائما محتاجين ردة فعل سريعة في كل أمور حياتنا. صحيح صحيح. الحديث معك جدا جميل. تسلمين. دكتور حسن، دائما نستمتع أكيد بحواراتنا معك وتشرفنا دائما. كل الشكر لك دكتور حسن الموسوي على تواجدك معنا، استشاري نفسي واجتماعي. تسلمين. حياك الله. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.